اليوم هو قرار مجحف، كان على المحكمة إطلاق سراحه، لا يمكن أن سجنه أكثر من سنة، لكن القاضي ادعى بأنه بما أنه حكم عليه وهناك إدانة له فيعني على المحكمة أن تنطق بالحكم، ولهذا السبب هو أمر بتجديد الاعتقال إلى حين النطق بالحكم على سامر العساوي. ونحن في سباق مع الزمن بين صحة سامر وبين المحكمة، ونأمل أن يكون جلسة غدا أو بعد غد لإنهاء الموضوع. يلا يا